مجلسنا. ابشر باذنك. اي والله. والله اني ابي لي كويسه نعناع. هلا يا عيال. يا عيال لقيت لي ما ادري وش هو هذا، ما ادري هو راعي غنم، ما ادري راعي ناسين اخويا، ما ادري ما ادري وين راعي غنم هالكرفت. شو استغربت انا كل هالكشخه وراعي غنم، ما ادري يا رجل. هلا هلا ايش عم النار بردان، والله انه بردان. اهلا وسهلا. هلا والله. كيف بتفوزوا هاي هاللون؟ بنحب على هذا الصابر. على صابر واحد. على صابر مش على صابر. صحيح. اهلين يا مرحبا. هذا اسامه. هذا اسامه. طيب والنعم. هذا طوني. والف نعم. لقيته مغرز هنا. لقيته مغرز. ايش عم النار؟ ايش عم النار؟ ما بعرف وين بدي اروح يا خيي. انا ساكن هون بمخيم هون. لا انت اجلس اجلس. حياك الله يا طوني. اسرح. اهويك. هلا بيسالوا عني رفقيتي. لا احنا بدنا نهويك. ايه ما بدنا نوصلك. ندق عليهم ندق عليهم. عم نتصل عليهم. ما عندنا شبكه هون. ما عندنا شبكه. نجيب لك كرسي. لا يا زلمه بيروت انا هون بهاي ما في كراسي. يا الامير انت وين لقيته؟ ما هذا مغرز هنا معه كسنت متصفطه هنا، لو نزم نجيبه هنا جت. والله اي والله خنفسه صغيره ما ادري شلون هي شايلته. انت يعني انت وش انت من اللحية؟ شو جاب جايبك الهون؟ تقاطع على سيارتي يا خي. لك شبه هيدا هذا يعني انت ايش جايبك هنا يعني؟ انت ايش جابك هون؟ رفقيتي هون. رفقيتك وش جايبهم هنا؟ رفقيتك. رفقيتي شمامري يا خي. حتي شمري لك شبك ايه يعني انت يعني رفقاتك يعني يجونك من حاير رفقيتك؟ ايه كلهم هون يا عمي شميمري يا خي شبه جاي يعني انت على عزيمه يعني ولا وشو؟ ايه شو؟ ايه هذا اللي ذعبي عزيمه؟ ايه اسمع يا عزيمه هوني. قل اعوذ برب الفلك. يا ولد ادمي شو من آدمي. اي لحيه انت؟ لك لا ما لي لحيه. لا يعني انت يعني انتم جايين هنا تكسرون السفره يعني بالطعوس؟ لك شو نكسر السفرة لك؟ سفرة شلون تنكسر السفرة؟ هون نهل حايل رفقاتك. رفقاتك من حايل؟ اي يعني نعم. يعني تسير عليهم؟ اي ويسيرون عليك؟ اي لك ويعني وتسولفوا؟ اي تضحكوا؟ لكن نحن شو بشر ولا جن؟ لا بس انه انا يعني انتم ما شاء الله يعني لبسكم كانه داخلين اجتماع، قاعة اجتماع يعني هيك بنهتم باناقتنا يعني. هذا لبسكم. هو طالع النفود حوله متنتك يقول اخويا انا هنا رفعيته شمامره وطالع لهم بالكرفته الذيب. بالله لا تبرد لا تبرد لا تبرد. خذ خذ عطوا 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 لا تبرد. ثلاثة برد برد برد. لك هيدي طفيلية. طفيلية شو اسمها هيدي؟ يا ملا طفيلية اللي تعضك هذه. البس البس احمد خذ خذ لا تبرد. البس البس البس. كم لك يعني هنا ضايع؟ ما لي يمكن لي شيء هيك نص ساعة هيك بس ما بدي خط. ما حدا بيتصل علي. كفرات سيارتك أكلتهم الأرض يعني غرزت؟ إيه ما هو طاق بطنه. ليش ما فشفشت الكفرات؟ والله لو تفشها كلها فشيتها. ليه ما فشيتها؟ لك ما بعرف فشفشها. شو هيدا؟ لا أنا بعد أول مرة بيجي عن فود هيدي. والله أنا ما أدري أقول زين اللي وقع بنا. لا طيب طوني يعني انت تقول رفقاتك شمامره. ايه تعرف يعني حتسي شمري؟ ايه لك اكي. ايه ما هو ايه لك. لا هم غير لهجتهم غير. بالله يعني ما هو ايه بتعرف تحكي الشمري؟ شمري اتوقع. انت لبناني. هلا قبيس. شو هي قبيس؟ قبيس يعني قبيس. ما تعرف القبيس؟ القبيس يعني ضباب نازل. يعني الغيم. شفت شفت لندن. لك شو هي هل يودعي؟ هل يودعي يعني ترجم له. هل يودعي يعني لأجل ذلك أنا هكذا أو يعني الظاهر لازم حتسيم انجليزي. Why to go تعوس number ناو نمبر. شو خلك على العربي يبرك. يمكن عرف يعني. لا انا ما فهمت شيء. مشكلة عنا انجليزي مكسر. نو نو يعني تاتش يعني مي مي واي جو تراب تراب كثير. واي يعني شو جابك لهوني؟ شو جابك لهوني؟ يس يس. لك رفقيتي هون بقول لك
ما معك لون يعني نمبر؟ امبالا عندي راب بس ما بيمسك الخط. ما في شبكه. ما في شبكه. نو تاتش شبكه. الحين احنا شو نسوي بو والله ما ادري. يعني دق النجر غدي هم يعني يجون اخويا ولا شيء. طيب طيب طوني انا بسالك. بما ان الله جابك والمسيار الطيب الله يحييك. الله يبقيك. اوه الله يبقيك. اوه جود والله زين. والله حلو والله. سيفن. منيح. اوه والله طلع يعرف. طيب ايش وقعك؟ وش نوحك؟ وش نوحك هيدي ما بعرفها. وش نوحك يعني؟ وش بلاك؟ يعني وش بك يعني؟ يعني وش فيك؟ اي ماذا بك؟ وش نوحك؟ منيح. اوه منيح؟ لا وش نوحك؟ وش نوحك بردان؟ لك نوح السعاد. هاي كل ما لا 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 يعني وش بك بردان؟ شو يلي خلاك يعني وش بردان؟ هذا ما بيسألوا دليقين. شو هالسؤال؟ الجو بارد. عم يسألني وش بك شو بك بردان؟ طيب ما عندكم هنيك بالجبال اللي هنيك في يجي ثلج يطيح في يجي ثلج ينزل ما يعني ما هيدا يجي من بنقال. ما انه متعود على اسمع دبتر انفصام بالشخصي انجليزي سوري لبناني بنغالي انا بقى انا شوف انا ترى لله الحمد متعدد المواهب. لا والله اتكلم انجليزي اتكلم لبناني يتحشى لغات الولد. ها طب اسمع طيب انا طيب طيب بقى بنشده. ها عندكم بلبنان شيلات بتعرف الشيلات؟ عنا شيلات يعني لا عاد بقول كم صدقت اي بقول كم لا والله اذا عندهم نبي نسمع من شيلاتهم والله شيلات شو بدك شيلات يعني شو هي شيلات يعني ما بدنا شيلات بدنا يعني بدنا انه نتعرف عليك احنا صدمناك اذا جبناك وصدمناك بدنا نتعرف على من هو توني شو عم يعمل هون ايش عم يعمل هوني ياس قد قال لك جاي مسير على له ربع لا لا يعني حياة طوني يعني شلون جاهي يعني ابو عواد هذا يا عيال واحد من اخوي انا ما عليك مسيرين علينا الله يحييه ايه وما هو لبناني لا لبناني ما هو لبناني لا لبناني يعني. انا اقول لبناني لا لبناني انا اشوف الملامح تقول والله ما ملامح اخوي انا شوف انا شوف انا بداياتي يوم انا صغير كنت ما شاء الله بو يعني ابيض حيل وعيوني خضر عوامل التعريه من كثر ما اطلع للبر يعني كذا الشمس حرقت وشي شوي بس هيدا يعني ما شاء الله لبناني لا عن جد يعني لبناني انت لبناني هلا خوالي من وين من لبنان وبيي من هون شمر يعني سعودي ايوه فجيت من اجيت لهون يعني تقريبا الي هيك شيء يعني تقريبا يعني 6 سنوات هيك حايل عشت هون جلست هونيك فتره وبعد قال لي بيي لازم تجي لعندي واجيت لعنده فاول ما اجيت يعني استقبلني خيي الكبير وابن عمي بالمطار فلما استقبلوني اجيت وقلت بدي اوتيل انا اوتيل ايه يعني فندق هيك ايه قال لي بدنا نروح على الديري يعني قلت شو هي الديري قال لي القرية شو هي القرية قال لي الضيعة أيوة رحنا على الضيعة الوضع يعني رسمي ما كنت بعرف يعني في اشياء كتير بتجهلني يعني كان في فرق شو يعني العادات والتقاليد بتفترق يعني بتختلف بشكل كبير أقول أفلق راسي لو هو لبناني لك خليني احكي يا زلمه اسلم لك خليني اتحدى اذا هو لبنان لك خليني كمل اسلم هلا جيت يعني بعد يعني لما جيت واستقريت هون كان في الي عشاء دابحين لك خروفه ايه خروفه رخلي فانا قلت يعني ما بعرف لهالعادات هيدي شو هي ويعني في عمامي وفي عمامي في اخواني وفي اولاد عمي كان في واحد من اولاد عمي بيحب المقالب فبي هلا عم يخلي خليني اعمل بروفا لاتعلم كيف بقهوي وبكيف تقدع يعني هيدي ما بعرفها يعني احنا مثلك ما بنعرفها وبعد شوي نبيك تسوي لنا درس يعني بالقهوه شو هالتوهيق عم بتعلم
ولما جيت يعني راح خيي ما بقيت الا انا وابن عمي هيدا اللي بحب المقالب. ايه فاجا قال لي ابن عمي يعني مديت له الفنجال قال لي وش طحيحي اللي متخبطته الناقة. وجهه طحيحي. شو هي وش طحيحي ما بعرف. لا مشيها انت يعني هاي قلت شو انا قلت له شو هيدي قال لي اذا قلت لك هيك بتقول يسلم. ايوه يعني كلام رفيقك صحيح. هيدي شو هي هيدي طحيحي يعني لا خلاص فبتعلم هلا كيف بصب. قال لي اذا هزيت الفنجان ايه بتجلس عندي واذا قلت لك بس بتملي الفنجان لاخر شيء. اوه هذا عكس له الدنيا. هذا قلت أيوة. انا هكر التقاليد هذا سوى تحديث ويقول لك راعي مقالب. ايوه فرمات العادات والتقاليد. قلت انا تم. ايوه فجمعوا عنا الشيبين يعني صيرت الشاب بدايتها هيك فعم اهوي الشيبين انا يعني هلا البروفا عندي انا لبناني عم بقهوي يعني الختياريه ايه كلهم هالختياريه عضوات الحاره وعم اهويهم واحد واحد فلما اهويتهم اجيت لعند شايب بيشرب فنجيل واحد. ايوه هز الفنجيل جلست عنده وصبيت له قال لي تقهوى قال لي بس وانا بصب له فنجيلتين. عم نقز الشايب هيدا شو قال؟ قال عم يقول لبيي ابو فهد انت عندك غير هالقهوتي هيدا؟ قلت شو هيدا؟ تورطت انا. قام قال لي عمي هلا عمي خاني يعني موقف محرج كثير يعني 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 عمك يعني طلع انطوره. طلع عن طوره. شو هيدا؟ ايه بعرف. ايه فقال لي عمي لك قوم يا ميل الماحي. انا طورت المساله. انا ما بعرف شو هي ميل الماحي. قلت هلا بتقلي قوم والثاني بيقول لي اقعد. قال لي منو قال لك اقعد؟ قلت عم بيهز الفنجال الزلمه. لك قال لي اذا هز الفنجال بس يعني خلاص. قلت بقلبي لك الله لا يوفقه حمدان بشير هيدا ابو بشير حمدان جابوا العيد ابو بشير هيدا نكبه يعني عن جد يعني هيدي من بدايه المواقف اللي صارت. طيب انت مين سماك طوني؟ طوني سميني خالي جورج جمال الجنه. خالك جورج يعني هو اللي سماك؟ لا عم بقول لك خالي جورج بتقول لي خالي لا يعني ما ادري يعني انا في حرارتي وانا مالي دخل لك وين دخل خالك ببيروت خالي جورج والله انه هو اللي فعله جالس ببيروت خالي جورج وهذا يتكبه الدخان والله يعني المفروض انك قاعد هناك برد ودخان ليه ما انت بليز لا بصراحه تأقلمت هون يعني الاجواء الحلوه. طيب ايش اكثر شيء عاجبك؟ شو؟ بحايل يعني اهل الكرم والجود عندهم جد الكبير حياتي بالطائي بيفتخروا فيه. لاحظوا الجود لاحظ احمد ها ايه اهل الكرم الجود ايه شو بدي اقول هلا انت قافط يعني هلا انت القافطه لا شوي عم اقول لك انا دويتو لك عجبتني يعني حلوه يا ساتر اللي ما يمدح انا بعتذر. طيب طوني انت شو عندك من مواهب؟ بدي من رئه يعني ما عندي شيء شوي وهبي يعني انسان عادي تاقلم من بين لبنان لحائل يعني سوى يعني دويتو برمائي يعني توتل بين ال شو هي توتل؟ دمج توتل دمج توتل مجموع مجموع توتل آه. جاك جو واحد عارف انجليزي ميكس ميكسينج سوى ميكس بين اللبنانية والحيلية لأنه متراه متقارب كالتشر حنا يبعد حي وهم يعني تقبرني فنان كالتشر قل كالتشر بين الثقافة اللبنانية و طيب طوني أنت الحين يعني خلاص تأقلمت بحال تروح استراحاتهم تروح شباتهم تروح وتعودت تعرف تعامل مع هون اي عن جد يعني بروح لهم كثير وعندهم يعني بس في اشياء يعني تجلط شوي يعني
تجلطه مثل ايه؟ يعني مثل شو؟ يعني مثل يعني وين ما بروح لاستراحة بدهن حقوق. من حق يعني من حق كل شيء من حق. إيه لأنه شوف يقول لك عندنا هنا لا تكذب الرجال، يعني إذا جيت واحد وقال لك سالفة قلت له لا سالفتك غير صحيحة بيقول لك حط حق وأثبت. نعم. لك بس بدهن عشيات يا خي حق وحق. والله شوف يعني هذه سلبية. شو شفت سلبية؟ لا من سلبية هي يعني بس يعني هيك بيحب روح التحدي هيك يعني. طيب وش بعد الأشياء اللي ما عجبتك؟ مثل يعني بتصب القهوة والشايب عم يحكي ويجلس ساعة وانت واقف. هايدي بتلهد. والله تلهد كتير. والله بتلهد. انشدني أنا. ياما ياما رجليني يعني ما أدري بل يمسكون طيا سلمى عند العشاء. إي والله. عندنا بعد ثقافة وهم يتعشون تمسك الماية. وتصير فوقه. تصير فوقه. يعني هذا هايدا الصحن اللي فيه الحق اللي يتعشوا منه. وهنا رجال يعني هنا هذولا يعني يتعشون عم ياكلوا ايه وانت ماسك الطاسة وواقف بحيث انه لو غص واحد منهم غص يعني بلقمة تعطيه الطاسة بسرعة. هيدي خدمة خمس نجوم لك هيدا الكرم والجود. إيه. الله اكبر عن جد يعني فمن الكرم انك تاقف بالدلة. اي بس يعني لشوية بجزء الساعة عم يحكي. قل له تقهو يمكن ينسى روحه ما شوي. بقدر يعني بستحي ما بقول له. ها انا بخاف يقول له ابو فهد عندك قهوتي تاني كمان. طب اسمع اهلا وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا الله ايش رايكم لك يا اهلين وسهلين وبهالعين انا ودي البسه الشماغ ولا يقع والله اي نبي نشوف لا بس دقيقه قبل لا تلبس لا تخرب التصريح أنا رايح لام اخويا ورفقاتي هنا يعني صراحه يعني انا وصلت يعني مو انا بس يعني انا بي شعري يصير زي شعراتك لك قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لك يعني انا لك تقل يعني. ما عليك بوسط الكاسات هنا لا ما شاء الله لا يا زلمه والله ما شاء الله تبارك الله هذا يعني هاللون يعني يعني هو هاللون هلا بدي اسالك سؤال بدي اياك تقول الصراحه يعني هلا لما كنت صغير كنت تتروش بتايد انا تايت ما تروش فيه الا لا عن جد خليك صريح انا متاكد مليون بالمية تروشت بتايت اي اكيد كلنا مرة وبالجيبي كمان وش فيه بالجيبي بتعرف الجيبي شو ها والله بيعرفها والله الجيبي يعني معروف هلا تروشت بتايت ولا لا ايه نعم وشامبو العبايات نعم هيدي بترتقي طويل للنعوم اللي هنشارك يعني بدي يصير ناعم يعني انت تروش يعني من صغير بهذا شو اسمه بتاعي ولا لا انا اشوف انه فطره ما هو فطره يعني وراثه ايه احنا بهذا بهالسوافي طال عمرك هل يدعي شعورنا هلو ابد شوف تقليف عمر حد قال لك انهج ايه شو هي انهج يعني السلام عليكم سلام هذا رفيقنا صالح الحريري اهلا وسهلا الحريري هذا الحريري الحريري اهلا وسهلا طوني هذا كيف حالك حريري حق انا ما حق سلم زينا يوه ها لا علمناه احنا ها زين ان شاء الله الربع بو سيارته مغرزه هنا سيارة طوني صادق انت اي والله نبي نسحبها بعد شوي لك صب له قهوه ايش رايك انت تقوم تصب لنا عشان نجربها لك هذا بدي ها لا توهقنا قوم لك قوم قوم لك هلا بشخطك بهاي الملقاط تشخطني ضيف ما حد يفرق احمد ضيف انا وش ضيف احمد والله يا ولد احس اني يا ولد تاخذ معكم بالضيعة جنين والله احس اني يا ولد كذا اسمع صخن الملقاط
بو خشه. يعني انت مختش. في احد سواك؟ شو هي؟ يعني عندنا البرد. لا لا هيدي ما بعرف. احنا عندنا وسيله علاجيه. شو هي؟ تحمل ملقاط في النار وبعدين يكوي. ايه اخر الطب الكي. يا سلام. لا انا بدي انحش. لا لا خلاص.